ال26 دقيقة لو قيت هذايا ما يكون كانوا قيت الشيف أمين بن عيسى. الشيف أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل، وسلم عليك الكل، وإن شاء الله تكونوا دافيين كالعادة إن شاء الله. هو الحق دافيين، لا مش برشا برشا، دونك الليلة باردة شيف، ويلزمنا شيف تنقذنا باشي يعمل 66 كيف، سيغتو مع ديبيوت سومان، سيغتو زاد كيف كيف مع الطقس البارد هذايا. زعما شنو دبارتنا لليوم شيف؟ نمشي معاك تو سويت لدبارت اليوم. دبارت اليوم، دبارت اليوم شيف، شنو دبارتنا لليوم يا شيف؟ الرسالة نتاعنا تاع اليوم، التمخيخة نتاعنا باش تكون كلها دفاية 100%، اللي هي اليوم باش نعملوا فايم برودو باش ناخذوا كيما نقولوا كابتين سفناريا، كابتين بطاطا، رويس بصل، هذوما كلهم يتقصوا كيما تحبوا انتم، يعني القصه كيما تحبها تنفس، خليهم هذاك عباد كاملين. اما هنا وناخذوا معهم ورقات سبناخ كيما نقولوا 10 ورق سبناخ هكا، نحطوهم مع بعضهم، نحطوهم في اترامي كيف كيف هالليتر ماء هذايا، باش نحطولها كيما نقولوا 4 مغارف زيت زيتون، ملح، فلفل اكحل، شويه مواد مسكره جوز التيت كان موجوده، ونخليهم يغليو نصيف ساعه، غليو نصيف ساعه على نار بارده كي متوسطه، يخرجوها كل ونرحيوهم كل مع بعضهم. بعد ما نرحيوهم نجم نزيدوهم شويه تابل في الكرويه، خلطوهم مليح مليح، وهنا باش نزيدوهم يا 10 قارص يا باش نزيدوهم كريم فريش، مغرفتين كريم فريش، نخلوهم في وسطهم تعطي الحموضيه، ويكون عندنا برودو يدفي يعمل الكيف. هنا زاد كيف كيف هذه بالنسبه برودو كل خضر، اذا كنت تحب تزيد نقويوه شويه، يكون عندنا 200 جرام دجاج هكايا، ولا طريف مزدر هكايا محترف على شيره في الدار، محطوط في الفريجيدير، يكون مصموط معاهم هما، ونحيوه كله، والا هكايا نقطعوه شويه شويه بيدينا، ويبدا في وسط البرودو يدفي يعمل 66 كيف. باهي برشا، هذا بالنسبه للبرودو نتاعنا شيف. وكيما قلت انت دوك نستغلوا فرصه الكريم فريش، او قالك شيف باش ينحيوه الكريم فريش باش يوفروا بيه الحليبة، دونك هي معلومة هكا خذيتها دونك، والله أعلم اسكو صحيحة ولا غلطة. دونك باش نسألك شيف، باش نكونوا عمليين أكثر شيف، خلينا ندخل معاك في بعض التفاصيل. بريسك شيف، إترا ميم على البرودو نتاعنا، باش تطيبوا البرودو نتاعنا، إترا ميم قداش تنجم تعمل لنا مسافة شيف؟ باش قداش مسافة تعملنا؟ تعمل لنا 6 صحافي بالمرتاح. باهي برشا، باهي، معناتها إذا كان نحبوا معناتها نزيدوا أكثر، دونك إترا ميه تعمل لنا 6 صحافي، إذا كان أكثر نجموا نزيدوا إترا ونص، وبالطبيعة فبهذا بالطبيعة باش تزيد المقادير والبقية، هكا ولا شيف؟ هذا هو فضو، نضربوهم في 2 ولا في 3 ولا في 4 البوتاج نتاعنا يكون جيري، أما نحكي صحفة معناها مليانة باهية، هو 6 صحافي باهيين. تعمل 66 كيف كالعادة، ها؟ باهي واضح، هذا بالنسبة للونتخي نتاعنا شيف. سينون شنو عندنا في البلا برانسيبال شيف اليوم؟ بلا برانسيبال باش نعملوا سباغيتي بولونيز. سباغيتي بولونيز تكون سخونة موزوزة زادة بالكدا، باهية ياسر، باش نحطوا مغرفتين طماطم غير فهيسة عربي، معهم ورقات رند، ورقتين رند، معهم سنتين ثوم يكون كونكاسير مرحيين في وسطهم ولا ماشيين، شوية بصل كما نقولوا نحن، نقليوهم مع بعضهم في شوية زيت، تقليوهم مليح مليح، من بعد نحطوا معهم اللحم مفروم، اللحم مفروم يتقلى معهم ويطيب، ومن بعد ما يتقلى تحسوا اللحم نرقوها بشويه ماء، خلوها الصوص تطيب على روحها. اللي يكون عندنا سباجيتي نمرو 2 معناها نمرو 2، نحطوها تتسمط في الماء، بعد ما تتسمط في الماء لمده 7 دقائق نشلوها بالماء، ونحطوا فوقها الصوص اللي حضرناها، الصوص بولونيز باللحم مفروم وهكيكا، ونحب ان نخلطوها كل مع بعضها، والا نحطوا المكرونه بيضه من فوق بالطبيعه، اذا كانش نحطوها بيضه نخلطوها بشويه زبده ولا زيت، ونحطوها بيضه، وناخذوا الصوص هذيك البولونيز الكل نصبوها فوقها، وتكون عندنا مكرونه بولونيز تعمل كيف مع رشه جبن حلو يبدا يذوب فوقها فاندون، تزينها وريق احبق طومات سوريس، تعمل 66 كيف. سباغيتي بولونيز وتعمل 66 كيف يا شيف. الو غلا، دونك شكرا لك على الدباره البنينه. باهي ماشيين بهكا للديسير نتاعنا دونك لليوم. شنو عندنا في الديسير شيف اليوم؟ الديسير كيف كيف للتسخين وليحد والدفاء، شوكولا شو باش ناخذوا نصيف ايتر حليب، نصيف ايتر حليب، باش نحطوا عليها
50 غرام من شيء، 50 غرام من شيء نحلوهم مع بعضهم، اي باش نحطوا عليها 150 غرام سكر، وباش نحطوا معاها 100 من 100 غرام حتى ال 200 غرام شوكولاته، بي من 100 غرام حتى ال 200 غرام شوكولاته، اي شوكولا نوار ولا شوكولا ولي ولا اي نوعيه شوكولاته، ولا باتا غلاسي، من احسن حاجه هي الشوكولا نوار تكون معاها. نحطهم نطيبهم نذوبهم سله 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 سله، تبدا نشي، ومن بعد نصبوها في ديكور ولا نحطوها في بقراج مزيانه كده، ونصبوها ونعديو بها الليله. الشوكولا شو تعمل كيف تدفي في البرد هذا، تدفي مليح للناس اللي قاعدة في الدار والناس اللي مقصدة ربي باش تخدم. فوالا وسهلة شيف، ها سهلة الغلا سهلة وقيمتها قوتها كبيرة برشا زادة، سخونة وبنينة وتشهي وحاجة مزيانة متاع سهرية وبعد ماكل بنينة، سيختو كما قلت انت حتى بالنسبة للسهرية ولا بالنسبة حتى الانسان فما شكون يبدا قصد ربي يختم في الليل، دونك تسخن تسخن بالكدا. دونك شكرا ليك شاف امين، يعطيك الصحة على دبارة اليوم، مشكور جدا شاف. دونك تلقى ان شاء الله غدوة في موعد جديد في دبارة جديدة، و ان شاء الله مشكور جدا شاف امين، يعطيك الصحة. فوالا بيه يلا شاف امين مزروب العشاء ذهليه. دونك يعطيكم الصحه الناس الكل. دونك هذه دبارتنا من جديد تلقاوها على لي ريزو سوسيو ديجيتال، فيسبوك انستغرام يوتيوب راديو كاب اف ام. احنا مازال معكم للسبعه، لكن بعد لحظات موعدكم مع اهم الاخبار الوطنيه الجهويه من حتى العالميه في موجز اخبار الست.